اللهم يسر الجميع. مالك مخلوع؟ ما تخلع ما تدهش، عرج حياة الجنش. من بعد ما درت الفيديو مع عبد الحق عيطوا لي بزاف ديال الناس من اوروبا، شكرا حمادة، هذاك السيد عبد الحق كيهجم بالحيوان، شكروه. حنا جينا اليوم باش يعطي الكلمه ديالو ويشكر هذوك الناس ديال الجاليه المغربيه اللي قالوا في هذه الهضره، وشكروه لان هو قال لك وصل لواحد المستوى ديال ان الكلب عنده الوراق بي دي كري، بزاف ديال الامور زوينين غادي نخليه هو يقولهم. عبد الحق، المغاربه اللي مشاو للجاليه المغربيه عاشوا تما عيشه زوينه، اوكي، شافوا بان هذوك الناس كيهتموا بالحيوان. عبد الحق وصل لمستوى ديال عالمي. اخوان، باش ندوزو لكم عبد الحق ويعطيك كلمه ويشكر الجاليه المغربيه، الله يسخر ليهم، واللي باغيين يزوروه بقاو معنا. عبد الحق، الناس اللي شكروك الرساله ديالهم، دابا وليتي عالمي يا خويا. الحمد لله. الحمد لله. كيف دير؟ اش نقول لك؟ خلع الشاب وليتي عالمي. الحمد لله. هادو هما الاعشاب اللي عزاز عليك ياك؟ الحمد لله. هنايا هادو زرع شي من راسك؟ لا لا. العوش اي ما عليكش. يا خويا، الناس اللي شكراشك؟ صراحه لقيت بزاف ديال لي زابيل من ناس عجاليه، من مشكورين جاليه المقيمه في الديار الاوروبيه، منها اسبانيا وايطاليا وفرنسا وهولندا بلجيكا، وخير دليل كانوا جاو عندي شي ناس من بلجيكا وجاو شافوا لي تيرفورين عجباتهم، وان شاء الله ناقشنا بزاف المواضيع والحمد لله. الصوت اخويا، زيد الصوت اخويا. وصلنا لواحد النتيجه اخي حماده، الحمد لله الخير جاي، والمصداقيه الحمد لله غدا وكتكبر، وفي البروديكسيون ان شاء الله غادي تكون واحد المصداقيه غدا وكتكبر. بغيتي تقول زعما الحق هو اللي كيبقى في الاخر؟ يعني الحق، شوف اش كيقول الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني سمحوا لي ما حافظاش مزيان، ولكن غنقولها. قال لك اذا كان الشيء لله دام واتصل، وكان لغير الله انقطع وانفصل. تحيه لك خويا العشاب. قول لنا خويا. خويا حماده، كنشكر كاع الجاليه المقيمه في الديار الاوروبيه، وان شاء الله الخدمه بزاف ديال الناس ناقش معاهم المواضيع اللي هما كونيسور في الولاعه في العالم ديال الحيوانات ديال الكلاب، وقالوا لي كيفاش كتخدم. بارطاجيت معاهم وعجبهم الحال بزاف على هذاك الفيديو اللي كنت درت انا وياك، اللي كان فيه واحد النقاش، اللي واحد الميساجات اللي كانوا زوينين، والناس فهموا، والناس اللي كومبيتو راه عارفين هادشي اللي كنقول. وتحياتي لخويا مهدي اللي لقى لي عقلي، وراني الولاعه كيفاش خاصها تمشي، وراني كيفاش نخدم، كيفاش نكون الفور على حقي وطريقي، باش ما ينوضش شي واحد ينوض اتاكيني. خير دليل هادشي اللي كنعيشو ديال السماسريه بزاف، الله يهديهم، الله يرد ليهم. وانت اخويا جبت انت مني باش حرم على السماسريه؟ راه غاتاكي وكره حاجه باينه، تماك العالم راه غادي بحال هكا. حماده، السماسريه كنا كانوا كيقنعوا. راه كيولي باغي يربح اكثر منك انت اللي داير بروديكسيون. ايوا واش غادي انت باغي تبيع بواحد 8000 درهم باش كتبيع للناس، وكتقول ليه جيب لي غير 6500 درهم وبيع 8500. الله يسخر لك، ملي كتولي تسمع كيبيع ب 16000 درهم 17000 درهم، وكتدور وكتلاقى معاه وانت ملي كتحسب ليه الثمن كيقول لي يا ودي راه خونا راه حسب ليا الكلب القد والقد. كنجي نشوف خي حماده، هادشي ما خصوش يدار، خاص بنادم يقنع بالقليل باش ربي يعطيه الكثير. وهادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. كلمة أخيرة خويا العشاب. تحياتي الجالية المقيمة بالديار. درتي شي معشابة؟ قالوا لي راه خويا ما كاين، بس خلا مفاجأة. معشابة اليوم راه الفيديو راه كيتحط. الرعد، الفيديو ديال العشوب. العشوب راضي، العشوب ديال ألمانيا. ديال ألمانيا، ديال ألمانيا. الرعد أخويا، كنستوردوهم من ألمانيا. الرعد. وتحياتي لخويا مهدي. كنعرفوا اش كنبيعوا. وكلمة أخيرة. تحياتي للجالية، والله يسهل على المورع كاملين الديار المغربيه ولا خارج. وتحيه للثلج والشمس والرعد والعجاج. غتخليهم بلا نعاس اخويا. ما كاينه في الزكاج الشاش اخويا. امور مضبوطه فوق البوطه. الطش يجيب العطش. الطش كيجيب. خليني من هنيني. واللي دماعي يمسح الفوطه. واللي تفافى طاح في الزلافه. ما كاينش مشكل. مع الطيحه مع بصيحه. الطيحه راك فوق الشوايه. كنحس بك.